هديك العرض دلوقتي بتفاصيله واحنا طالبين منك ايه بالظبط، وهقولك على الرقم اللي انت هتتقاضاه مننا. انت هتاخد 10,000 دولار مقابل انك هتجيب لنا معلومات عن شخصيات احنا بنطلبها منك. تمام. في حاجة كمان، انا عارف انك بتشتغل في الشركة والخزنة بتاعت الشركة في الدور اللي انت فيه. تمام. في مستندات مهمة انا عايزها من الخزنة دي. تمام. انت تقدر تساعدنا في اننا نوصل للمعلومات دي. تمام. اوكي حبيبي؟ تمام. حاجة تالتة، انت ممكن تساعدنا في اي وقت ان انا اطلب منك تصوير اماكن مهمة عندكم في مصر، تروح تصور لي قطعة اثرية معينة فبتصورها لي وتبعتها لي على الايميل الخاص بيا، وفي شفرات هنقول لك عليها بالظبط ايه هي الشفرات اللي عشان اعرف انت عندكم الحكومه بتاعتكم مضيقه الدنيا على الجميع. ايه رايك يا عم يا انور؟ اقول لك انور ولا اقول لك يا احمد؟ احمد كويس يعني، انا بحب احمد. انت ليه بقى، انت ليه بتكره ان حد يقول لك يا انور رغم ان اسمك مش بطال؟ هو اسمي انور كله يقول لي بحبه، بس انا حاسس ان هو قديم شويه. اقول لك مبروك، اقول لك مبروك.